بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المكان المبارك جوار مسجد قباء، هذا هو مسجد قباء. في هذا المكان هذا النخل المبارك ينتج منه عجوة العالية المباركة، عجوة العالية التي تجدونها عند أخونا مرشد الحرمين في ماليزيا، المورد من المدينة المنورة إلى ماليزيا. تمر العجوة المباركة، العجوة النبوية، صلى الله على صاحبها خير صلاة دائمة والسلام الكثير.